منواصل حديثنا في الأسبوع الأخير، الأسبوع اللي غير وجه التاريخ، وأنا موجود أمام كنيسة القيامة. هذه الكنيسة تعتبر واحدة من أقدم القدائس في البلاد المقدسة، هي وكنيسة المهد. رغم أنها هدمت عدة مرات، بنيت سنة 335 ميلادي بواسطة هيلينا أم الإمبراطور قسطنطين. في هذه الحلقة هي رسالة فرح، حيث نرى قيامة يسوع المسيح من الأموات وظهوراته، ولا سيما في هذه المنطقة، مبتدئا لمريم المجدلية. شرف وامتياز كبير أكون في الموقع المقدس أمام هذه الكنيسة اللي بتتكلم عن رسالة القيامة ونصرة القيامة وأيضا هدف وعمل القيامة. بدعوك حتى تستمتع، ونروح برحلة حتى نشوف هذه الأماكن ونشوف عمل الرب يسوع في هذه المنطقة.